قتلها الجوع الفقر الارهاب القتل. انتم منذ سنه ونصف تتفرجون على المتظاهرين وهم يقتلون بدم بارد وبشتى انواع الاسلحه ولا اعتدل. استخدموا كل شيء ولم يبقى لا شيء. السكاكين، الشفرات، الهراوات، القناصات، المدافع، الرشاشه، كل شيء استخدم. وانتم تتفرجون ولم ترفعوا تقارير صادقه وحقيقيه الى مجلس الامن ولا منظمتكم الدوليه ولا رئيس المنظمه الدوليه في مجلس الامن. الأحزاب التي تقتل الشعب العراقي، أنتم متهمون بذلك. ماذا تقولون؟ فقط قلق واستنكار لا ينفع. هذا لا ينفع. نريد أفعال بدل أقوال. الأقوال تقال اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنين، لكن الأفعال تحدث في أيام وفي ساعات. نحن نريد أفعال بساعات كما يحصل الوضع في العراق. الوضع في العراق غير آمن وغير سلام، وليس هناك سلام ولا أمان ولا عيشة للعراقيين. Problems and obstacles as well, and that we will not give up and continue to be your partner in your search for the truth. غضبك، ولكن يجب أن أقول لك نحن أيضا الأمم المتحدة نواجه من العقبات والتحديات كما أنتم، ولكننا نحن شركاء في هذا الأمر بحثا عن الحقيقة وعن العدالة. نعم، أحاول فقط أن أرد عليك، وقد قلت لك وأكرر بأننا نحن هنا شركاء ولسنا ضد أي شيء، يعني ونحن نتحدث بصوت عالي ضد كل ما أنت قلته الآن، فأرجو منك أن تتفهم هذا الأمر. نعم، أتفهم الغضب، ولكن نعم، عندما ترون أتحدث إلى قيادة الأحزاب حتى في التلفزيون أو في وسائل الإعلام أو أتحدث إلى القوات الأمنية، فيجب أن يكون، لأنه هذا جزء من شغلي، وهذا أيضا ما أقوله أمامهم وأتحدث عن هذه المشاكل التي أنت طرحتها. Because a dialogue is necessary. لأن الحوار أساسي ويجب أن يكون هناك حوار، لا يمكن أن تأتي المسائل. And so I understand your anger and your emotions. نعم، أتفهم غضبك، أتفهم مشاعرك تماماً، يعني ولا But I need to be able to speak to all parties. نعم، يجب أن أتحدث إلى جميع الأطراف، لا يمكن أن يكون الحديث مع طرف واحد. In an attempt to help. أنتم تتحدثين مع الإرهابيين وتجلسين معهم أيضا؟ أنا أسألك، هل تجلسين مع الإرهابيين والقتلة وتتحدثين إليهم أيضا؟ I am saying that the United Nations, it's not about me, it's about the United Nations.